الخليج. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في غبقة الحمراء، متواصلين معكم على شاشة تلفزيون دولة الكويت، وإن شاء الله كل يوم بنكون وياكم في هذه الساعة الجميلة من شهر الخير وشهر رمضان الكريم. اليوم معانا قامة فنية وأيضا فنان قدير حقيقة حبيناه كلنا من خلال الأعمال اللي شفناها اللي قدمها على شاشة تلفزيون الكويت أو القنوات اللي شفناها بطولاته وأعماله، وأيضا في الدراما وأيضا المسرح. الفنان القدير محمد المليع ويانا، تقبل الله طاعتك وحياك الله. وطاعتك يا أخوك. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانت بخير. سامحونا يا جماعة لأن شوية أنا ماني بصويحي، مسوي عملية حق عيوني، شو ترى الدمعة حايرة بالعين. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. الحمد لله. أول شوفي بسيط كني في أبو حمدون قطيطة كذي أشوف لحد، لكن الحين الحمد لله يعني أشوف الحمد لله. أشوف ابتسامتي، أشوف تطالعيني ابتسامتي أنا ابتسامتك سيطة. يعطيك الصحة والعافية ويحفظك إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، أعمال رائدة وما شاء الله تاريخ. من عام 1962 كانت البدايات في حرب البسوس أيام مدرسة جبلة. أي نعم، هذا كنا في المدرسة الله يسلم. حرب البسوس باللغة العربية كانت هذه البداية. أي نعم، كانت فطاحلة ويانا مدرسين، الحي منهم حي والميت منهم الله يرحمه ويحلله، يعني عمل يا ليته يمثلونها الحين. لكن وين القصة؟ القصة راحت. أول عندي كتيب مالها راح، ما أدري وين. أكيد أكيد إحنا متفائلين في همة الشباب الجديدة إن شاء الله، وراح نشوف أعمال مثل ما كانت سابقا. ولكن اسمح لي أرحب ولدك اللي موجود ويانا عبد العزيز محمد المنية، حياك الله منورنا. الله يحييك ويسلمكم، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك مبارك. أنت البكر. أنا إيه، أنا الجعدة. أنت الجعدة مو البكر. البكر جاسم. البكر جاسم. الله يحفظه إن شاء الله. مثل ما قلنا قبل شوي، أعمال رائدة قدمتها. البداية كانت في حرب البسوس، مسرحية في مدرسة القبلية. نعم. إيش كان دورك أبو جاسم؟ والله دوري يعني في كلام لي لغة عربية فصحى. باللغة العربية نعم، أذكر الله يسلمك منها أو ثلاثة. هاج غذاء عين الادخار وهدو والدموع لها انحدار، فصار الليل مستملا علينا كأن الليل ليس له نهار. نعم قتلوه وما قتلوه إلا أثناء الحرب، أفتريد أن تزيدوا بالبلاء بالآن وتغير علينا وعليكم حرب البسوس ومن طاها. ما شاء الله تبارك الرحمن. اي والله ما شاء الله. وما شاء الله انا ما زلت اذكر فيلم بس يا بحر، انت كنت ناخذه. كنت ناخذه من بعد سعد الفري لما عض شو اسمه القرش. القرش اللي نسميه احنا طال عمرك اليريور. اليريور اي نعم. وكان محمد المنصور بعد ويانا، بس بعدين طال عمرك قصب يعني لانه بيتجوز ولا عنده ذيك الساعة مادة، فبديش القوس علشان يعطونا شوية 40 ربية ولا 50 ربية علشان لا رجع يتجوز مرته. ما الله كتب انه يتجوزها، الله كتب انه يموت بالبحر، لأن مثل ما تقولين هوس على نفسه. وإذا هو الغيص إذا هوس على نفسه ينقطع السمع، يصير في طنان يسمونه أذونه تنبط. طلع أول مرة شويناه على إذنه هني، بعدين قام صار مريض. قلت له أنا يا ولدي أم الرجال تبوس حالك حال قاصة، ولا يلا نشوف أي محمل بيروح الكويت نوديك لعله. ردك إيه، قصب على نفسه ونزل بالبحر. في طال عمرك بالبحر في يسمونه لها اسم هذه تصك له يتصفى، تصك على القيس سكت على ايده بيبطل ايده ما قدر، فالسيب ماله عرف من الحبل الذي يسحبه طب حط هذه المفرقه بحلجه ونزل بالبحر. انت يا حمد ناصر شو يسوي؟ ساك هذه على ايده قصيده فطلع انقطع السمع، يعني لما يا منقطع السمع اشيب. وبعدين البحر غزير غزير والله اللي
بعدين عاد كفنا وعقب ما كفنا حطينا في حجر بريوله ونزلناه بالبحر. والله يرحمه ويحلله وكهو حايش. احنا نقول فنان قصة جميلة بصراحة. اكيد بلا شك دائما رائعون انتم ولا زلتوا رائعين اكيد متى ما شفنا اطلالتكم على شاشة تلفزيون دولة الكويت، لانه ما تقدمون الا الاعمال الحقيقية واللي تصل دائما الى المتلقي. ابنتقل الى ولدك عسى الله يحفظه عبد العزيز محمد بنية. شخصية الوالد مؤثرة وشخصية يحبها الناس كثير. انت كابن له شلون تاثرت بالوالد؟ ما حاولت حتى تدش مجال التمثيل؟ لا ما حضرت اني او ان قدرت اني ادش مجال التمثيل، لكن استغمنا شويه بتلفزيون الكويت ايام على قولتهم عطله الصيف اذا خلصنا المدارس قبل كانوا ياخذوننا بالاستديو فني صوت والمونتاج ونتكلم احنا ايام 93 94 ما شاء الله. فكانت هذه الفرصه ان اكون يعني اعمل في تلفزيون الكويت و يعني نقول زميل نص زميل نص زميل كامل. بس اكيد الوالد لمس في واحد منكم مثلا حب الفن. والله طال عمرك عيالي كنا في طال عمرك في اوبريه قنائي ويا حسين عبد الرضا اللي كان عيالي صغار انت يا جاسم وعبد المحسن وعبد الوهاب صار كان شفتوهم يوم يركبون على الغنم ويا الصلال هي اللي سويت المنظر هذه كانوا مشاركين فيه وانا ويا حسين عبد الرضا الله يطول بعمره ويعطيه الصحه والعافيه ومجموعه منهم اللي مات ومنهم الحي هذا الله يسلمك عندي ابي بيت يبني لي فجيت اقول له يا حجي منصور ابي بيتي يطلع احسن من بيت جاري لان بيت جاري كشخه وانا فقير مسكين الطوفه مالتي عروب وهذا إيه بس بعطيه يعني شبه فلوس قلت ذي قال لي لا ألف ربويا ألف ربويا وايد عليه قلت يا معود ننزل لي قال لي لا تبي بيتك اطلع زين ها حط فلوسك بالشمس وقعد بالإدلال الأوبري هذا كان شفتوه زين حلو. دائما النجوم والكبار يعولون على الزمن الجميل يقول لي الفن قبل كان غير مع أن الإمكانيات كانت محدودة. أول زين أول تعايش بالقصة مثلا المؤلف يقعد ويانا مثل ما قعدت انت يقول ايش رايكم القصة كذا وكذا وكذا وانت دورك الأب وانت دورك الأخو وانت دورك الولد وانت دورك الزوجة وانت دور توزيع الأدوار ايه يلا كل من يتكلم والله الأبو يتكلم مثلا يقول حق بنته يا بنتي اترك الطلعات عنك لو بغيت تطلعين دائما ويا أمك والستر زين يا أبوك ها تدعد مثلا الأم تقولي والله وانت صادق يا أبو عيالي وهذا شوف بدأت القصة وحنا قاعدين وألفنا زيادة على المؤلف يحط روس غلام وحنا نمشي عليه الله يرحمه ويحلله والديكم محمد النشمي توفى الله يرحمه كان هو مدير المسرح ما شاء الله. شنو سر حبك حق الحداق؟ سمعنا انك عاشق للحداق. الحداق ذكرتني بالحداق هذا الله سلمك. نحن احنا في المهرجان مال المسرح رحنا شاطية قال لي محمد المنصور ايش رايك بنروح لفجيرة حق ربعنا هناك نطلع وياهم الحداق كنت اتوكل على الله انا احب الحداق ولا بنروح ولما رحنا الحديق وكيف محمد صاحب هذه قام يغني تسبح ما ادري شنو يلا هي لا صدنا ما ادري شنو اغنيه والله حطها وحنا نرد عليه مساتين وهذا وياه كاميرا اثر وسجل يصور وما شاء الله عليه كل ساعه لشط وهم يبطلون سبتين قلت لهم لا انا هذا يجيبكم ما يصلح لي ختاق صغير تحطينه في ريشه الميدان قالوا هي علشان لا اكلوا اليمه وسحبنا الخيط تلحقها هذه لهم السمكه ما تسمونها الميدار اي تعض هذه الريشه يقفها الميدار ونجيبها يعني ما نفلتها قلت لا انا متعلمين على البكره والخيط
الخيط الحيصي ولا الخيط الحين هذا الدارج هذا لقطيناه حطينا اليمة نص الربيانة ولا ربيانة كاملة ولا ميدة ولا نص ميدة وقطيناها وضرب عليها الهامور وتلك كذي والله انك فرحة يا فرحة انا سبار بهني كأنك شارب السكان الشاي سقي ها بس لا انت اكيد الشباب يطلعون معاك بالحداق وشي والله اي نعم يستانسون احنا الحين عاد اولادي طال عمرك الكبير عنده يخ محطوط في النادي اذا صارت الاجواء زينة اخذنا غدانا ويانا والشاي والفاكهة والماء بردنا بالثلاجة ورحنا نحدق ساعات نوفر يعني نطيح لنا في قوعة القوعة هذه صخر والسمكة بين الصخر ترب فيها علشان تاكل تلك لها اكل بيه عرفت شلون ونحدق والله ساعات مثلا بس على الماية الولد يعرف الماية حسب الماية اليوم الماية ثبر الساعة كذا تاقف الساعة كذا يعني حمل تعلموا منك يقعد يقرا في هذه في الرزامه ويعرف اوقات المايه شو ونروح حدق والله نكيف نستانس وساعد مثل ما قلت لك يعني انت قاعد تحدق ويوك الله يرضى عليهم اقول لهم يا جماعه ارحمونا احنا اوادم جايين ترى رزق الله مو هم حق بيتنا حق يارنا لا صدنا يداهم ودينا له قالوا لا بس ممنوع هني العم جاسم انت لا متعمد تلقى تو ضارب عليك الامور ها انت اللي كذي الحين على التله انت تقول تضرب هني هني كنك انت متعمد متعمد احنا بننتقل حق عبد العزيز عبد العزيز ما شاء الله الوالد دائما بالحداق انت ما شاء الله هوايتك وشاطر وبطل كويتي بالرمايه برمايه المسدس صح اي شلون بالحداق شلون بالحداق كله غالبني الوالد بعد لازم هو القدوه الحين المسدسات ترى في حتى في البحر مسدسات مائيه اي بس يعني. شغلي انا مو بحر شغلي صدي مسدسات صدي هذه المسدسات اللي بالبحر طال عمرك يبيلك اثنين يشيلون هالسلندر اللي حاطه وراك لان على الهواء لو يفتلت هذا ولا يشير مظهره زين انقطع السمك وعلى فكرة ترى تعلمنا الرماية وتعلمنا الحداق من الوالد يعني من أيام وإحنا صغار لك بالرماية قبل بالرماية بالرماية زين بعد ما شاء الله باردي سمعنا أن خورفكان فيها قصة قصة خورفكان مع الفنان محمد المنصور فالسمك اللي صدناه خورفكان تقريبا مطارتين لما رحنا الفندق قلنا تعالي وما نبي منك شيء غدانا اليوم من هالسمك بس نبي ربيان كبار مشوي بعد وتقريبا 60 واحد من الفرق الموجودة تغدوا ويانا حطينا بالفندق طاولات زين كله صيد اليوم كله صيد اليوم ها وسووا محمر بعد قلنا لهم كذي حطوا فيه شوية شكر عشان يستانسون وياه وماكو هالسميكات هذه مشوي وشيله مقلي ومحطوط فوق الرز الفندق هو اللي سواله في لقطات هني قاعد نشوفها على الهواء هذه لقطات مصورة بحداق خورفكان في خورفكان مع الفنان محمد المنصور هو اللي كان مصور ها؟ ايه لا واحد من ربعنا اللي ويانا هذا متى يعني؟ والله كان مهرجان قبل سنتين قبل سنتين مو بعيدة لا لا قبل سنتين تقريبا مو بعيدة والله متعة الحداق ها بس تطولون تقعدون اسابيع ولا ما حلوه لا بويب لا طبعا في ناس يطلعون اسابيع يروحون ياخذنا كلهم الاجواء زينه مثلا يروح الجمعه ولا الخميس والجمعه يقعد في الجزر ولا يحط له خيمه يقعد فيها وعنده شولته وياه ماخذ ماكشته من الكويت ها واذا اكسر شيء راح فيلكه وشرف من الاسواق قصدنا في ناس تحدق برا الكويت انت ما حاولت تفضلها لا رحت انا ويا علي النيدي الله يرحمه ويحلله والديك هذا نخذانا هذا اول هو بالمختاريه لا اخذت اجازه انا 40 يوم انا كنت اشتغل بالتربيه 40 يوم انا ما اخذ اجازه 20 يوم قضيتها ويا بالبحر نطلع الخميس ولا ني الا السبت ما شاء الله نروح وين فيه ناخذ غدانا ويانا وعشانا ونفس القدر زيده نروح الله يسلم
كبر حدقها، وبعدين الله سلمت بروح وفي نروح أم المرادب نقعد نصلي المغرب ونتعشى ونروح نربط في الأرياق مالت السعودية هناك، نحدق هني حمرة وصيد حمرة سمك حمرة. وقفت علينا قال لي محمد ايش رايك بنروح حق الشعب، ربطنا بالريك الثاني ولا شعب ما شاء الله خير هذا هذا الشعب عرفت شو. قال لي ايش رايك بنروح هناك في هوامير، قلت يلا وربطنا بالريك ذاك وماكو حيل ليه صار عند الفير. قال لي ها شو تقول؟ وقفت الماء يعني خلنا نقرب شويه ننزل حدر حق الكويت، واللي وين فيه ضرب علينا الهواء كان الله سلمت في ابتكر في يعني وانتو حاضرين وحنا نازلين الكويت ضرب علينا الهواء ما قدرنا نجي الكويت. ففي الله يرحمه ويحلل والديكم راشد العقروقة ويا يوسف السعد عندهم هني في المندرين البحر صارت كذا هذا تمندرين في ما في مول وني عندهم والله تعبانين ما نمنا طول الليل والله ويقوم قال كنا بس نضبط عندكم الطراد هني وشوف السيارة تودينا الكويت ولا صار باكر ناخذ. قالوا لا ولا تحركوا شو بيشون قالوا ذبيحتكم الحين تنذبح ما شاء الله إيه ولا تروحون لما تتغدون والله ويذبحون الذبيح احنا طحنا كذي ونمنا سهرانين والليل ما نمنا صيد الله يعطيكم العافيه ذكريات الماضيه ابوك ذكرني فيها عسى الله ان شاء الله يجعل دائما ايامنا وايامكم جميله وحلوه. نشكرك الفنان القدير محمد المنيع وايضا ابن الفنان الجميل البطل في الرمايه عبد العزيز محمد المنيع يعطيك العافيه وكل عام وانتم بخير تقبل الله طاعتكم ان شاء الله نورتوني. اخاف اني ثقيل عليك لا بالعكس لا بالعكس منورني لما اتصلت فيني ما حبيت اني اتعذر لا ساعه المباركه حصه يمكن راح نتوقف عند فقرتنا او فقراتنا دائما فقرة القرقيعان والفنادق القرقيعان يلا خشوا